السلام عليكم. في الفيديو انا عايز افورماليز شويه النتائج اللي وصلنا لها في الفيديو اللي فات. عايزين نتاكد اذا كانت النتيجه اللي وصلنا لها بتاعت ان محتاجين الجريدنت بتاع الاف ايكوالز لامدا في الجريدنت بتاع الجي، هل دي نتيجه جنرال ولا لا، ولا كانت مجرد صدفه يعني عشان احنا اخترنا كويشنز معينه. دي حاجه عايزين برضو نعرف نعمل ايه لو عندنا كذا كونسترين، يعني عندي مثلا جي 1 جي 2 كذا كونسترين، هل ينفع نتصرف بشكل مشابه ولا نعمل ايه؟ طيب انا هبدا البروف بتاعي ان انا ابدا من المعادله دي واحاول اوصل منها الحاجه، وبعدين اتست اذا كانت الحاجه دي هتكون valid في كل الكيسز ولا لا. طيب المعادله دي اولا الاف دي فانكشن اوف اكس وواي، انا عندي جراد اف اوف اكس وواي ماشي ايكوالز لامدا جراد جي، والجي برضو فانكشن اوف اكس وواي، واحنا متفقين ان احنا بنخلي ان الجي اوف اكس وواي ايكوالز صفر. ده بيكون الكونسترين بتاعنا، لو عندي مثلا في كونستنت هنا بحطه الناحيه الثانيه واخلي الجي اوف اكس وواي ايكوالز زيرو زي ما عملنا قبل كده يعني. طيب لو انا نقلت الكلام الناحيه الثانيه، الاول دي لامدا كونستنت ممكن ادخلها جوه الجريد عادي، ده كونستنت يعني، فاقدر اقول ان الجريدينت بتاع اف اوف اكس وواي بتساوي الجريدينت بتاع لامدا مثلا جي اوف اكس وواي. طيب اقدر اطرح الكلام ده من الناحيه دي، فهقول كده ناقص الكلام ده يساوي صفر. طيب نظرا ان الجي دي فانكشن اوف اكس وواي والاف فانكشن اوف اكس وواي، الحقيقه الجريدينت ده اقدر اوزعه، اقدر اخده عامل مشترك، ان في الاخر ده لينير اوبريتور يعني ال مجموع الجريدينت بيساوي جريدينت المجموع، ونفس الكلام في الطرح يعني. فاقدر اقول ان ده عباره عن جريدينت بتاع اف اوف اكس وواي ناقص لامدا جي اوف اكس وواي ايكوالز زيرو. انا كده بدعي ان الكونديشن ده هو اللي بيجيب لي الاكستريم بوينت، او هو اللي يجيب لي الماكسيمم او المينيمم بتاع الفانكشن اف اوف اكس وواي سبجكت للكونسترين بتاع جي اوف اكس وواي. فخد بالك دلوقتي ان المعادله دي بتقول لي ايه؟ بتقول لي ان انا عشان اجيب الماكسيمم او الاكستريم بوينت عامه بتاعت الفانكشن اف اوف اكس واي سبجكت للكونسترين ده، انا باخد الجريدينت بتاع الشيء ده كله واسويه بصفر. فالحقيقه ان ده اللي انا بعمله في العادي لو انا عايز احل ان كونسترايند اوبتمايزيشن بروبلم، باخد الجريدينت واسويه بصفر، فاضل ينزل اكس بيساوي بصفر والواي بيساوي صفر، فدي طبعا كده فيكتور ايكويشن. فبالتالي لو الكلام ده valid في كل الحالات الاف، كل اختيارات الاف والجي، فده معناه ان انا هقدر احول اي constrained optimization problem ل unconstrained optimization problem واحلها بالطريقه اللي انا عارفها في العادي، وده هيبقى شيء كويس جدا. بس احنا محتاجين الاول نتاكد ان الكلام ده valid مهما كانت قيم الاف والجي. حلو قوي، تعالى نتاكد. هسمي الشيء ده هسميه كيو، لكده على بعض هسميه كيو، فاقول ان كيو اوف اكس وواي ولامدا، دلوقتي انا بقى عندي لامدا كمان هنا في الكيو يعني كبارامتر، عباره عن اف اوف اكس وواي ناقص لامدا جي اوف اكس وواي. عايزين نلاحظ كذا حاجه، الاول ان الكيو اوف اكس وواي بتساوي الاف اوف اكس وواي لو الكونسترين متحقق، يعني الكونسترين بيقول لي ان جي اوف اكس وواي ايكوالز زيرو، فلو الكونسترين ده متحقق هيكون الكيو بتساوي الاف اوف اكس وواي. حلو، دي كده ملحوظه. طيب لو انا عايز اجيب الكريتيكال بوينتس بتاعت الفانكشن دي، هفاضل بالنسبه لكل الفاريبلز واساوي بالصفر، شوف ايه اللي هيطلع لي. طيب لو فاضلت بالنسبه للاكس وساويت بالصفر، هيبقى بيقول لي ان بارشال اف باي بارشال اكس بيساوي لامدا بارشال جي باي بارشال اكس. انا كده سويت فاضلت وساويت بالصفر فطلع الكلام ده. طيب فدي المعادله طلعت لي قبل كده، اللي انا بقول ان تغير الاف في اتجاه الاكس بيساوي كونستنت في تغير الجي في اتجاه الاكس. نفس الكلام لو فضلت بالنسبه للواي، هلاقي ان بارشال اف باي بارشال واي هيساوي لامدا في بارشال جي باي بارشال واي. فهي حقيقه نفس المعادله اللي طلعت لي قبل كده، ان جراد اف بتساوي لامدا جراد جي. ماشي، خد بالك الكلام ده جالي لما فضلت الكيو بالنسبه لاكس وبالنسبه للواي فضلتها بالصفر. طيب لو فضلت الكيو بالنسبه للامدا وسويت بالصفر، هلاقي ان بارشال كيو باي بارشال لامدا هيساوي جي اوف اكس وواي، فساعتها هيديني ان جي اوف اكس وواي بيساوي صفر. لكده لما فضلت بارشال كيو باي بارشال لامدا بيساوي صفر، هيؤدي ان جي اوف اكس وواي بيساوي صفر. بس ده كويس، الحقيقه ده الكونسترين اللي انا عايزه اصلا. فده معناه ان عند الكريتيكال بوينتس للفانكشن كيو دي بيتحقق كذا حاجه. بيتحقق ان الجي اوف اكس وواي يساوي صفر، وبالتالي الكونسترين متحقق. حلو قوي، ده كده حاجه كويسه. وفي نفس الوقت عند الكريتيكال بوينتس بتاعت الفانكشن دي بيتحقق ان الجراد بتاع الاف بيساوي لامدا جراد بتاع الجي، ان الجراد بتاع الاف في نفس اتجاه الجراد بتاع الجي. كويس، ده كده تاني حاجه بتتحقق. طب تالت حاجه بتتحقق ان لما ان عند الكريتيكال بوينتس لما الجي بتساوي صفر ده هيساوي صفر، وبالتالي عند الكريتيكال بوينت الكيو اوف اكس وواي بيساوي الاف اوف اكس وواي.
وده معناه ان as long as ان انا محافظ على الكونسترين، as long as ان انا عند واحده من الكريتيكال بوينتس بتاعه الفانكشن دي، الماكسيمم بتاع الكيو هو نفس الماكسيمم بتاع الاف، يعني الكيو بتكون هي الاف لو انا محقق الكونسترين، ان لو انا محقق الكونسترين الجي هتساوي زيرو. فبس ده كل اللي انا عايزه. فبالتالي الطريقه بتقول لك ايه؟ بتقول لك ان انت علشان تحسب الكونسترين اوبتمايزيشن بروبلم، هات الاول اف اوف اكس واي ناقص لامدا جي اوف اكس واي فاضل بالنسبه للامدا يساوي بزيرو، ماشي؟ فانت كده ضمنت ان الكونسترين بتاعك ده هيكون متحقق عند البوينتس اللي بتحقق ان التفاضل بالنسبه للامدا بيساوي زيرو. فاضل بالنسبه للاف هتساوي زيرو، هتلاقي ان ده هو اللي متحقق. وبالتالي انت كده جمعت الشروط كلها عندك، وانت ضامن ان عند البوينت دي عشان ده بزيرو هتلاقي ان الماكسيمم فعلا بتاع الكيو هو نفس الماكسيمم بتاع الاف، او المينيمم بتاع الكيو هو المينيمم بتاع الاف. طبعا من حيث المبدا البوينتس اللي بتطلع لك دي الكريتيكال بوينتس دي ممكن تبقى ماكسيمم وممكن تبقى بوينت، ممكن تبقى مينيمم ممكن تبقى ماكسيمم ممكن تبقى مينيمم وممكن تبقى سادل بوينتس ممكن تبقى ولا حاجه. في الاخر انت مش عارف بالظبط ايه اللي هيحصل، ممكن تبقى سادل بوينت ممكن تبقى انت مش متاكد هي ايه بالظبط. طيب ازاي بعرف هي مين فيهم بالظبط؟ انا مش هخش في التفاصيل دي قوي يعني، بس انتوا لو فاكرين في الحاله ال1 دي كنت بشوف السكند ديريفاتيف، لو السكند ديريفاتيف دي بوزيتيف كنت بقول ان دي مينيمم، ولو نيجاتيف تبقى ماكسيمم وحاجات زي كده. في الهاير دايمنشنز الموضوع بيبقى معقد شويه. الحقيقه بنكون ماتريكس اسمها الهيشن كده، بحط فيها السكند اوردر ديريفاتيفز كلهم يعني. فحط هنا مثلا اف اكس اكس اللي هو اف واي واي اف لامدا لامدا عشان عندي ثلاثه فاريبلز دلوقتي، وهنا بحط مثلا اظن اف اكس واي، وهنا اف واي اكس اللي هي بتساوي اف اكس واي برضو عادي، وهنا بيبقى اف اكس لامدا، وهنا بيبقى اف لامدا اكس اللي هي اف اكس لامدا، هنا بيبقى اف واي لامدا، وهنا بيبقى اف لامدا واي. وفي حاجه اسمها السكند بارشل ديريفيتيف تيست، بتقول لك لو الماتريكس دي كانت بوزيتيف ديفينيت يبقى النقطه دي مينيمم. بوزيتيف ديفينيت يعني كل الايجن فاليوز بتاعتها موجبه يعني. طبعا موضوع اثبات الكلام ده معقد شويه وانا ما اتكلمتش عنه، يا جايز اتكلم عنه بعدين. طيب لو هي بقى لو الماتريكس دي نيجاتيف ديفينيت يعني كل الايجن فاليوز بتاعتها نيجاتيف، ساعتها هتكون النقطه دي ماكسيمم. ولو الماتريكس دي لها حبه ايجن فاليوز موجبه وحبه ايجن فاليوز سالبه، هتكون النقطه دي سادل بوينت. وفي بقيه الحالات يعني ممكن تكون بقى حياه ايجن فاليوز زيروهات وحاجات زي كده يعني، في الحالات اللي فيها غير الثلاث حالات دول بيكون التيست بتاعك انكونكلوسيف، مش قادر تحدد هو النقطه دي مينيمم ولا ماكسيمم ولا سادل بوينت يعني. ما علينا، ده مش موضوعنا خالص دلوقتي. احنا بالنسبه لنا احنا ممكن نجرب الكلام زي ما عملنا في الفيديو اللي فات، لو المعادله بسيطه ان انا اجرب بس كام بوينت كده واعرف واكون متخيل شكل الكيرف، هقدر احدد كام مينيمم ولا ماكسيمم. يعني انا في الفيديوهات اللي فاتت عرفت هي مينيمم ولا ماكسيمم من خلال بس ان انا فاهم الفانكشن مرسومه ازاي بشكل ما، ما احتجتش اعمل التيست ده يعني. بس ده عشان يبقى كملنا كل الكلام. حلو قوي. تعالى بقى نجنرالايز اكتر من كده شويه. تعالى نقول ان انا عندي كذا كونسترين. انا عندي الاول اف اوف اكس واي، دي كده الفانكشن اللي انا عايز اعملها مينيمايزيشن او ماكسيمايزيشن، اف اوف اكس واي. طيب عايز مينيمايز او ماكسيمايز حاجه زي كده. سبجكت 2 بقى جي 1 اوف اكس واي ايكوال 0، ده كده اول كونسترين. وجي 2 اوف اكس واي ايكوالز 0. طبعا ممكن اكس واي وزد، يعني الحقيقه ممكن اعمل هنا بدل اكس واي اقول مثلا فيكتور اكس اللي هو فيه اكس 1 واكس 2 واكس 3، بحيث ان انا جنرالايز بقى اكتر على طول. خلاص تعالى نقول كده ان انا عندي فيتشرز كتير، ان شاء الله يكونوا 100 فيتشر ماليش دعوه. طيب فانا عايز مينيمايز اف اوف اكس، ده يبقى فيكتور الاكس ده كده فيكتور عباره عن اكس 1 اكس 2 لحد اكس ان، ماشي. فانا عندي هنا جي 1 اوف اكس فيكتور ايكوال 0 وجي 2 اوف اكس فيكتور equals 0 وهكذا لحد برضو جي اي حاجه، حد جي كي مثلا، حد جي بس خلي ماشي خليهم ثلاثه، مش فرق، خلي حد جي كي اوف اكس equals 0. فانا عندي كونسترينز كتير وعايز برضو اعمل نفس الاوبتمايزيشن ده. طيب سيميلر اللي عملناه قبل كده، هعرف فانكشن كيو. كيو برضو هتكون فانكشن اوف اكس واي لامدا. طيب وهقول ان هي عباره عن ايه؟ ان هي عباره عن اف اوف اكس ناقص لامدا 1 جي 1. خد بالك دلوقتي بقى عندي كذا ملتي بلاير، مش ملتي بلاير واحد، يعني عندي ملتي بلاير لكل كونسترين، هنشوف ليه دلوقتي. اوف اكس ناقص لامدا 2 جي 2 اوف اكس فيكتور وهكذا ناقص لحد لامدا كي جي كي جي كي اوف اكس. فانا هعرف الفانكشن كيو دي. طيب الفانكشن كيو دي تعال نشوف، لو انا جبت ال extreme points بتاعتها هلاقي ايه؟ هلاقي اول حاجه تعال نفاضل بالنسبه للفيكتور اكس دلوقتي، ساعتها هلاقي ان الجريدينت بتاع الفانكشن اف ماشي هيساوي، هقدر طبعا هيساوي ايه؟ المفروض هيساوي لامدا 1 جي 1 بلس لامدا 2 جي 2 بلس لامدا 3 جي 3. فانا اقدر احول الكلام ده لدوت برودكت، اقول ان احط هنا مثلا لامدا 1
لامدا 2 لحد لامدا كي دوت. احط هنا الفانكشنز بتاعتي جي 1 جي 2 لحد جي كي اوف اكس اوف اكس اوف اكس، ماشي. وطبعا كل واحد من دول بحط الجراد، يعني هنا بحط الجراد الجراد الجراد، لان انا لو كان عندي لامدا واحد بس كنت اقول جراد اف ايكوالز لامدا 1 جراد جي، صح؟ دلوقتي بقى عندي كذا كونسترين، فبقى عندي حاجات بضربها في بعض، فهلاقي ان بيجي لي كذا ترم. يعني انت لو خدت الجراد هنا هتاخد جراد هنا هتاخد جراد هنا هتاخد جراد هنا وتاخد الجراد هنا وتاخد الجراد هنا وهكذا، فهتلاقي ان الجراد عمال يتوزع على كل الحاجات دي، فهتلاقي ان في الاخر الفورمولا هي هتكون بالشكل ده يعني. طيب فده اقدر اقول ان ده بيساوي فيكتور بقى اوف لامدا، فكاني هعرفه لامدا فيكتور كده دوت حاجه هنا هسميه ده فيكتور اوف جريدينتس. يعني هو ده كده شيء مريب شويه ان هو هسميه كده جراد جي فيكتور، كاني عملت سميت ده كله على بعضه جي وسميت ده كله على بعضه لامدا. انا شايف ان عشان دي بتلخبط شويه فمش مهم، يعني انت يعني المهم يكون الفكره واضحه. بس في الاخر انا كده دي ده جراد فيكتور، اقصد بيه ان انا بابلاي الجريدينت ده على كل كومبوننت في الفيكتور ده، فبجيب جريد الجريدينت بتاع جي 1 جريد بتاع جي 2 وكل جريد من دول بيوبريت بقى على كل الكومبوننتس بتاعت الاكس، يعني اكس 1 اكس 2 اكس 3. يعني جريد جي 1 اوف اكس عباره عن فيكتور بقى، هو في حد ذاته فيكتور اللي هو بارشل جي باي بارشل اكس 1 بارشل جي باي بارشل اكس 2 وهكذا لحد بارشل جي باي بارشل اكس ان يعني، خلاص. فانا دلوقتي كاني كده بعمل دوت برودكت، بس كل بس ده عباره عن فيكتور، فانا لامدا 1 في الفيكتور ده بس لامدا 2 في الفيكتور ده بس لامدا 3 في الفيكتور ده، وده منطقي ان الناتج بتاعي فيكتور مش سكيلر. يعني دوت برودكت في الطبيعي بيديك سكيلر، بس انت دلوقتي عايز الناتج يكون فيكتور، يكون فيكتور كامل، فتقول ده في ده هيديك فيكتور بلس ده في ده يديك فيكتور تاني، فتجمع فيكتورز على بعض لحد ما تجمع الفيكتور الاخير ده. اللي مش فاهم الكلام ده ممكن بس يجرب اكس وواي بس من غير الفيكتور اكس ده ويمشي، هتلاقي الموضوع يجي معايا بسيط. يعني يجرب باكس وواي بس ويجرب لامدا 1 ولامدا 2 ولامدا 2 بس، هيلاقي ان في الاخر يطلع معايا الكلام ده مفهوم يعني. طيب فيبقى اذا اول معادله طلعت لي ان الجراد بتاع اف بتساوي لامدا فيكتور دوت، لا بيساوي ايه معلش، تمام دوت كده، والجي فيكتور عشان الجي فيكتور فيها كل الكونسترينت. طيب ده كده لما فضلت بالنسبه للاكس. طيب لما فاضل بالنسبه لللامداز، لو فضلت بالنسبه لللامدا 1 وساويت بصفر دي هتطير، وكل حاجه دي هتطير ما عدا ده، هيقول لي جي 1 اوف اكس بيساوي صفر. يعني لو فضلت بالنسبه لللامدا 1 هلاقي ان جي 1 اوف اكس بيساوي صفر. طب لو فضلت بالنسبه لللامدا 2 هتلاقي كل حاجه هتطير باستثناء الجي 2 اوف اكس، هيديني الجي 2 اوف اكس ايكوالز صفر وهكذا لحد جي كي اوف اكس هتساوي صفر برضه. يعني لما فاضل بالنسبه لللامداز هيديني الكونسترينز، ده اللي انا عايزه. ده معناه ان ات الاكستريم بوينتس بتاعت الفانكشن كيو الكونسترينز دي هتتحقق، لان انا فاضلت بالنسبه لللامداز وساويت بصفر طلع الكونسترينز متحققه. وفي نفس الوقت ات الاكستريم بوينتس دي طالما القيم الجي 1 والجي 2 وكل الجهات بتساوي زيرو، معناه ان ات الاكستريم بوينت الكيو اوف اكس هتساوي الاف اوف اكس، وده معناه ان الماكسيمم اللي انا هجيبه للكيو اوف اكس هيكون هو الماكسيمم بتاع الاف اوف اكس، لان انا عند الاكستريم بوينتس الكيو هي الاف. تمام، فدي كده هي الجنرال فورم للاجرانج مالتيبلايرز لما يكون عندي ايكواليتي كونسترينز. في جنراليزيشن كمان هتكلم عنه بعدين ان شاء الله لما يكون عندي كونسترينز دي ان ايكواليتي كونسترينز. يعني مثلا الكونسترينز بتاعتي مش الجي 1 ايكوال 0، الجي 1 اصغر من 0 او اصغر من او يساوي 0، والجي 2 اكبر من او يساوي 0 وهكذا. فده جنراليزيشن كمان للاجرانج مالتيبلايرز، بس انا ما كانش عندي دلوقتي، هتكلم عنه بعدين ان شاء الله. بس احنا كده على الاقل عرفنا ان في حاله الايكواليتي كونسترينز اي ما يجي لي اي فانكشن، كل اللي انا هعمله ان انا هاخد الفانكشن دي وعندي مثلا عدد معين من الكونسترينز، هاخد الفانكشن دي واحط لاجرانج مالتيبلاير لكل كونسترين، وبعدين اطرح ناقص لامدا 1 في اول كونسترين ناقص لامدا 2 في ثاني كونسترين وهكذا، واحط ده فانكشن كيو، وبعد كده اوبتمايز الكيو دي زي اي فانكشن عاديه خالص خالص خالص، افاضل بالنسبه للاكسات كلها وبالنسبه لكل الفيتشرز يعني، وافاضل بالنسبه لللامداز بتاعتي، واحلل المعادلات اللي طالعه دي كلها مع بعض، هطلع بالاكستريم بوينت اللي انا عايزها. بعد كده محتاج اتشيك بقى الهيسيان ماتريكس لو الدنيا معقده، او اتشيك بدماغي كده اعوض شويه بوينتس لو الدنيا مش معقده قوي، او لو انا فاهم البروبلم عشان اعرف اذا كانت البوينت دي مينيمم ولا ماكسيمم ولا سادل بوينت ولا التست ان كونكلوسيف.